إن استقرار تونس وأمنها من استقرار وأمن الجزائر، وكلانا يعمل على تعزيز الأمن بالمناطق الحدودية لحماية بلدينا من تهديدات الجماعات الإرهابية والتصدي لشبكات التهريب. وإذ يحق لنا في هذا الصدد الإشارة بالتنسيق المثمر، الإشادة بالتنسيق المثمر والبناء القائم بين المصالح الأمنية على مستوى الشريط الحدودي والمشترك لبلدينا، فإن الأوضاع التي تشهدها الساحة الأقليمية والدولية تستدعي منا أكثر من أي وقت مضى مزيد اليقظة والتنسيق على المستويين المركزي والجهوي للتصدي لمختلف هذه الظواهر. وباعتبار الدور المحوري والهام لأبناء المناطق الحدودية في معاضدة جهود المؤسستين الأمنيتين والعسكريتين للتصدي للإرهاب، فإننا نعتقد أن منظومة مقاومة هذه الآفة لا تكتمل إلا بالاعتماد مقاربة شاملة تتركز بالأساس على تحسين ظروف العيش، عيش متساكني المناطق الحدودية، وخلق مواطن الشغل لهم، وهو ما يستجيب بالضرورة لضبط استراتيجية مشتركة لتنمية هذه المناطق وفقا لخصوصيات كل ولاية وميزاتها التفاضلية.